انكاسابيليتي هذا في البلانيت وي هذا في البلانيت سامح اليوم باش نحكيو انت جبدت على صحيح صحيح فما اليوم فما اليوم بوتو ان اكس 2 فما اليوم ان سيت تونسي اللي هو بوتو ان اكس 2 انا في حاجه في الهديه مانيش موافق سي مكرم خاطر هذايا السيد شركه تونسيه قائمه الذات تخلص في تخلص في ليزابو نتاعهم تخلص في العبيد العبيد تلعب بالدينار سيت اون سوليسيون كومين اوتر سيت اون سوليسيون قائمه الذات كومين اوتر ما مشاش عمل شريكته السيد اللي عمل شريكه ما مشاش عمل شريكته لا في سامحوني معناتها لا في تركينه بالتخبي على سي ديكلاري سي ديكلاري موجود قاعد يغني الامور ديكلاري موجود اليوم لازمنا نتعاملوا مع بعضنا كو سوسوا لو بوبليك ما يلزموش يخاف من البريفي اي فيس فيرسا اليوم لازمنا نتعاملوا مع بعضنا في مصلحه واحده اليوم الرياضه نحب ولا نكره معناتها يا تخوا مويان يا تخوا غرو مويان دو فينونسمون فما لو سبونسورينغ واحنا اليوم نعرفوا شنو هي وضعيه الشركات التونسيه معناتها الحقيقه في الازمه هذيا معناتها بالنسبه للسبونسورينغ سبونسورينغ يظهر لي رقم المعاملات طاح برشا الحاجه الثانيه هو لي دغوا تيلي نعرفوا اليوم لي دغوا تيلي سكو ريبريزون شامبيونات تونيزي وما ادراك ما شامبيونات تونيزي يتباع بسوم سامحوني على الكلمه مضحك نو مي هذاك المارشي نتاعنا هذاك هو المارشي نتاعنا اوبليجي هكاك هما اللي خاسرين سوليسيون نحبوا ولا نكرهوا هو لي باري سبورتيف لي باري سبورتيف علاش احنا اليوم نحرموا رواحنا معناتها اليوم نحرموا رواحنا نخدموا مع بعضنا باش نجموا نحسنوا في حاجه باش نحسنوا في اون ايماج نحسنوا في ان روندو خاطر كي نتلموا الكل مع بعضنا اليوم لو بريفي اي ليتاتيك فهمتني ما يلزمش علاش الدوله تخاف من البريفي والبريفي يخاف من الدوله علاش فماش علاقه ثقه وعلاقه تعامل حسب رايك انت انا الحقيقه اذا كان نقول اذا كان نقول علاش لو بريفي يخاف من الدوله على خاطر اكثر منه مساله تعطيلات اداريه معناتها اليوم التعطيلات الاداريه هي اللي مشكله كبيره ماذا بيا سي مكرم هو اللي جاوبنا على معناتها على لا دوزيام بارتي دو لا كيستيون باهي كلمه سي مكرم بعد نجيك هاي انا سمعتكم نحب ناكد على حاجه كون اليوم تنظيم الرهان الرياضي في تونس كي نرجع للمرسوم عدد واحد تقول لي قوانين قديمه نقول لك المرسوم عدد واحد سنه 1960 المرسوم عدد 20 سنه 1974 القانون عدد 63 سنه 1984 كل هذه القوانين تصب في نفس الخانه كونه تنظيم الرهاني نعم سامحني زيد خلينا نكمل لك حاجه اليوم سي زيد اليوم الرهان الرياضي حكر على الدوله والدوله ما تعطيه اليوم كان شريك نهوض برياضه كيفاش تمارس النشاط هذا تقول لي انت القوانين هذه لازم يعني تتبدل يعني الدوله قاعده تشوف اللي فما ناس تخدم معناتها دون مانيغ ايليغال وتعرف اللي عندها اكثر من 3000 بوان دو فونت وتعرف هذا الكل يرسوتي وتقول لي انا برك معناها برياضه ما نجمش نسمح لروحي كيفاش نعديه الباساج يرسوتي نو علاش علاش لا على خاطر اليوم فما قضايا منشوره لدى الوكيل العام لزعاده الدوله لمتابعه الانشطه هذه الكل اللي غير قانونيه فما زاد قضايا جزائيه دونك تقول لي يرسوتي نقول لك لا اليوم فما بتاتر نجم نقول فما شكر خاص اللي معناها وزارة الداخلية خلينا نقول اللي فما سي فغي ساعات فما دي ديسونت على يعني دي بوان دو فون تبداو مسكرين ولكن سكر واحد يطلع واحد راهو هذا هو الاشكال شوف الاشكال هذايا شوف الاكتيفيتي هذايا اون بو با ليجيتيميزي اليوم الاكتيفيتي هذايا الي ايليغال القوانين اللي عندنا تو تقول الي ايليغال دونك ما نجموش نجي نقول تقول لي خليه يقول لي مربوط بانترنت ولا بي سي معاه نو هذايا سي اون فيغيتي مش معناتها يقول اما شوف ما نعيشوا فيه اليوم راه احنا وليهم في با ليكسيبسيون احنا راه في العالم تعاشت فرنسا اون 2009 اون 2009 لا فرانسيس دي جو كانت قاعده ما عندها حد حتى فما شركات اجنبيه بدات تنشط في البلاد ما عندهمش حتى ريغلومون ما عندهم حتى شيء جا اون 2010 خلقوا سكون ابل لارجيل هذه لوتوريتي دو ريغولاسيون دي جو اون ليني معناها هيئه ريغولاسيون تعديل معناها الالعاب على الخط الهيئه هذه هيئه مستقله فوالا دخلت وعملت قوانين وقالت للشركات هذه الاجنبيه اللي تحب تنشط في فرنسا قلت لها سو كونديسيون تنشطوا مرحبا بكم سو كونديسيون انت وكي نرجعوا حتى معناها لي ريغلومون الكل تلقى الكود بار معناها معناتها هذه كيما الايكا نتاع العاب ايكوت هذا ستون اكتيفيتي اللي دخل في الفلوس للدوله لا بالعكس بيان شتخوف كان نمشيو في المنظومه هذه هذا حل من الحلول تونس فاسون جايين الحل هذا مي اليوم ما نجموش نزاد كيف كيف نقولوا هاو الناس تنشطوا خليهم تنشطوا
نقول لك لا راهي اكتيفيتي راهي غير قانونيه. باش نقول لك انا في حاجه مادام ماني وقت سالت قالت علاش الدوله تخاف من دونك فما فلوس الناس الكل باش تخاف فما برشا فلوس راهو قبل البرومو سبور راهي 170 مليار و180 مليار والله مره بركه وصلت بصراحه ارقام خياليه 100 مليار مره بركه مره بركه قداش المعدل تاع هي راهو كي ترجع للتاريخ كي ترجع كان 100 مليار شوف لا مش الربح اما الفلوس البيك الوحيده اللي وصلت لها اون 2013 سيتي 120 مليار بيك بيك جو دي بيان كي انا سمعت جدي عطيت ارقام 180 مثلا في بلاتويت نتذكر لك عطيت ارقام كيفاش؟ تتفرج فيه قبيله برك عطيت 160 و170 مليار مليار لا لا وصلت لهم قلت نحبوا نخلطوا باش نعطيهم الارقام هذيا نحبوا نخلطوا اليوم تعرف نرجعوا للارقام هذيا نحبوا نخلطوا قلت سو كونديسيون انا نتفكر مليح في بلاتو قلت نجموا نخلطوا مي سو كونديسيون اليوم كي تعمل انت الباري اكوت والباري الباري ميتويال وتحطهم الزوز معناها اي كومباتر بار لا ميم اوكازيون زاد كيف كيف المارشي باراليل يظهر لي تنجم تعمل لا وقتها وي وقتها بيان سور وقتها امبوسيبل انا باش نحكي لك على حاجه توا انت تحكي من قبيله وقت اللي قلت لك راهو القانون نتاعنا في تونس مالوغوزمون فيه ثغره وفما ناس عارف النجمة تستغل الثغره هذه ونرجع نعاود نحكي لك على مثلا بونتو لاس 1 اكس 2 ما فماش كره السورو تاع وما فماش رخصه باش تحل السيت انترنت والباريا كوت هذايا وهذايا لانه الدوله السيت هذايا قاعد يخلص في 19% نتاعو للقبض وقاعد يخلص فيه تو انتم رافعين قضايا اكيد به فهمني في هذايا كيفاش انتم مشيره الدوله رافعه قضيه وكيفاش الدوله مشيره اخرى قاعده تاخذ في 19% تو فسر لك ساهل ياسر تو تدفع الامبو للدوله حتى حد ما يقول لك شبيك تدفع الامبو للدوله ستون تي في اللي يدفع فيها كي الناس الكل دونك انت مستعرف فيه قاعد يمشي سامحني هو انت مستعرف فيه اللي هو قاعد يمشي انت مستعرف فيه اللي هو قاعد يخدم ويدخل فلوس ما تنجمش تقول وكل شيء يتعدى على البنك سنترال باهي خلينا نفسر لك حاجه هذه امور قانونيه ما تنجمش انت تقول لي راني انا ندفع الامبو للدوله دونك النشاط نتاعي قانوني دونك النشاط نتاعي قانوني الدوله علاش تقبل الدوله كيفاش تقبل الامبو من نشاط غير قانوني هي فما قضيه منشور شوف كان نصف القضاء غدوه وقال لي النشاط نتاعو قانوني هي دونك تجي الدوله تقول انا نوقفه توا ما نقبل من عنده حتى شيء حتى يشوف القضاء شنو يقول ما هذيك هي لجيس اي وين تحبوا توصلوا معناتها انتم معناتها تحبوا تخلقوا جوريس برودونس سي سا تحبوا علاش معناتها سي فغي معناتها اشكال فسره لنا معناتها رؤيتكم انا كبي دي جي رئيس مدير عام شركه نوفل بالرياضه نحب الشركه هذه تقوم دورها وتواصل باش تقوم دورها واذا فما واذا معاك نحبوا احنا البلاتو هذا الكل باش نقولوا انا فيغش امبورتونت اللي لازمها تتحل اليوم هي تتحل لفائده القطاع الخاص اللي هو ينجم يوفر الدعم لشركه نوض بالرياضه في الجانب اللي ما تنجمش توفره شركه نوض بالرياضه وحدها وهوني نحكي على الباريا كوت دونك تقول لي تحب ليش نحب نوصلوا نطوروا المنظومه نتاعنا نحيي نسمح لنفسي بين قوسين زيد سي يمكن الناس يتبع فينا راهم سي با توس دي باريور